ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا سالي ودي قناتي لتعليم الرسم. اولا كل سنه وكل ام طيبه، ويا رب تديكم الصحه دايما ويقويكم. وبمناسبه ان النهارده عيد الام، هنرسم الفنانه الجميله والقديره كريمه مختار، الشهيره بماما نونا او ماما كريمه. وطبعا يوم واحد للاحتفال بالام مش هيكفيها، ولا حتى السنه كلها، ولا في اي هدية في الدنيا نقدر نقدمها لها تعويضا عن كل تعبها معانا وعن كل حاجة عملتها عشاننا. نرجع لرسمتنا. اول حاجة طبعا رسمت الرسمة بالقلم الرصاص، بعد كده بدأت الون درجات البشرة الفاتحة. وطبعا هسيب لكم الفيديو كامل بالشرح في اول كومنت زي ما متعودين. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير كتير، وكمان لو اول مره تشوفوني مش مشتركين في القناه اتمنى ان انتوا تشتركوا دلوقتي.